كيفاش كتشوف الوضعيه الحاليه ديال الفريق مستقبل الفريق؟ احنا كما درنا في كما كتبنا في البلاغ راه قدمنا استقاله، زعما نقدموا استقاله في موسم في نهايه الموسم باش نصرفوا الامور، فهمتي؟ بحال اللجنه ديال تصريف الاعمال في نهايه الموسم مع الماتش الاخر غادي نديكلاريو جمع استثنائي باش فهاديك الساعه اللي عنده شي لائحه يحطها باش يترشح باش فهاداك الجمل عام يطلع رئيس. هذه هي النيه ديالنا، حنا راه ما غنتراجعوش في الاستقاله. لا سمعتي الناس تيقولوا راه لا راه كيقولوا شويه غيتراجعوا، حنا ما تنتراجعوش، تنعاود ناكد راه ما غنتراجعوش في الاستقاله وما غاديش ندخلوا في المكتب المقبل. حنا قلنا خاص دماء جديده في النادي، الناس خاص جميع المحبين القنيطريين اللي كيشوف راسو راه قادر يشد نادي القنيطري يتفضل، ما كاين حتى مشكل، ما عندنا حساب مع حتى شي واحد، اصلا ما عندنا مشكل حتى مع شي شخصيه هنا في المدينه. حنا صافي زعما قدمنا الاستقاله ديالنا، اللي بغى يجي راه الامور واضحه، غادي اللي بغى يترشح راه اداره النادي. دابا راه 15 يوم تقريبا باش حلينا الانخراط، باقي ما جانا حتى شي ملف ديال الانخراط جديد. كنتمناو الناس كلهم ينخرطوا، بزاف الناس ينخرطوا باش قرار النادي يتوسع البرلمان ديالو ويولي القرار زعما اشتراكي، ما يبقاوش الناس قلال هما اللي تيديسيديو في النادي. كاين واحد الاسم كيداو لمشي داو اسم حكيم دو، ولكن كذلك جهه اخرى كتقول انكم انتم الان كتصداو لهذا الترشيح ديال سي حكيم دو. لا لا حنا لا، راه السي حكيم هو تيهضر تيقول انا ما عنده حتى مشكل معنا حنا، ومن هذا المنوار تنعاود ناكد ما عندنا حتى شي مشكل مع السي حكيم. راه انا كنت راه تنتواصل معاه مره راه قلت له زعما قلت ليه الا بغيتي تحط الترشح ديالك حطه، راه كلشي زعما جميع الظروف غتكون متاحه. حنا من عندنا حنا مكتب ما كنديروا حتى شي حاجه الا كانوا ناس اخرين تيديروا، حنا غير مسؤولين على جميع الناس. حنا كما قلت لك السي عمر في اللقاء اللي قبل ما عندنا مشكل مع حكيم، حكيم بغى يجي حنا مستعدين غنعاونوا الحكيم ولا اي رئيس كان غادي نعاونوا بداك الشيء اللي تنعرفوا. الا بغى السي حكيم غنعاونوا ماديا معنويا باش زعما باش ما كان حيت راه فرقتنا هذه، راه ما نقدروا زعما نتراجعوا اللور 100%، ولكن الا كانت هو عنده الرغبه ما كانش هو راه عنده الحق يدير المكتب اللي بغى يدير لائحه ويترشح. الامور راه هي واضحه وباينه، راه المنخرطين اللي غادي يديسيدوا في هادشي كامل. لكن فين المنخرطين؟ راه هما تيتواصلوا معاه زعما، هما راه اي خطوه غادي دار ضده راه غادي تبان في العلن، يعني ما يمكنش لينا حنا غنديروا شي حاجه في الكواليس ولا، راه داك الشيء امور واضحه. اللي بغى يترشح مرحبا به، ما عندنا مشكل حتى مع شي واحد. حنا سالينا الفتره ديالنا بارك زعما الله يجعل البركه، تنعتذروا من الجماهير حيت ما حققناش الصعود، وكنتمناو اللي غيجي مورانا ينجح والمدينه كلها تعاونوا، حيت راه ما خصش تكون شخصانه ديال الدعم الفارق كما كتبنا في البلاغ. ولكن الجمهور كينادي بتوحيد الصف من خلال توحيد الرؤساء القدام ولا المجتهدين القدام. حنا عاشرناك سي وائل وشلنا فيك الكفاءه، زعما واش انت مستعد مازال انك مثلا دخلت شي لائحه جديده ككاتب عام؟ لانه بكل صراحه الجميع كيشهد لك بالكفاءه والعمل الجبار اللي كتقوم به. دابا بالنسبه انني ندخل المكتب هذا قرار شخصي، ما عندنا حتى حنا راه عندنا عائلات، راه بزاف د الحوايج، راه زعما راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن على اساس نعاون الفريق بكاع داك الشيء اللي تنعرف ندير، فهمتي؟ باش اللي كان راه ما عندنا حتى شي مشكل، راه غنبقاو هنا الا الناس باغينا نعاونهم راه غنعاونهم. حنا مع توحيد الصف راه حنا اللي درنا جلسه ديال المصالحه، راه حنا اللي نادينا بها في الاول باش الناس يعاونونا، واخا ما عاونوناش هذا العام حنا مستعدين نعاونو الناس. وراه الوقت كما دابا حنا النهار اللي بدينا كانت تقال الهضره، دابا تتقال الهضره كما دابا تنقول لك، فاش غيجي انسان اخر وفاش ما غنعاونوش راه غتعرف، وفاش غنعاونو حتى راه غادا تعرف. حنا النيه ديالنا هي نعاونو الفرقه ديالنا مع اي شخص. السي حكيم انا شخصيا ما كرهتش السي حكيم يرجع، والله الا كنهضر زعما من نيتي ما كرهتوش يرجع، بوحدو راه صعيب، خص الناس كامله تعاون كما حنا ما تعاونوش معنا، اللي تعاونوا مع السي حكيم ان شاء الله يطلع تما، راه طلع الفرقه ان شاء الله. اولا ما كانش كلشي مجموع، الا بقات الامور زعما بقاو تشنجات وحسابات شخصيه وكذا راه صعيب الامور. نداء الجمهور، لان شفنا اليوم الجمهور نوعا ما تاثر، الجمهور هذيك نتيجه طبيعيه ديال النتائج وديال فهمتي تراكم ديال سنوات وسنوات. حنا كمكتب انا كنهضر بالاسم ديال الاخوان اللي معايا، راه تنعتذروا منهم بزاف حيت ما قدرناش نحققوا الصعود، درنا جهدنا كامل، الله اللي شاهد داكشي اللي درناه في هاد العامين والتضحيات اللي درنا، راه الله اللي شاهد. كنتمناو الفرقه تزيد القدام، حنا مع هذاك الجمهور
غنعاونوا اي شخص جا، هذا هو اللي كيسالنا الجمهور. حنا غنعاونوا اي شخص بنيه حسنه، الا زعما الا شاف فينا شي واحد نيه سيئه يخرج يقولها. وكاين حتى دابا ما شفت شي واحد يقول فينا راه خرجنا معاه بنيه سيئه. اللي جا مرحبا به، وتنعاود ناكد اللي جا مرحبا به. باب الترشح مفتوح، باب الانخراط مفتوح، راه حتى واحد ما ساد، راه الناس سادين على راسهم غير في الفيسبوك تيسدوا شي شي تيحل. ما كرهناش كلشي يجي، الفرقه راه ديال الجميع. شكرا. مرحبا سي شباب.